الحومة القديمة حومة الرجال ونسى الخيار. الحومة القديمة حومة الناس الشعبيين البرار. هذه حومة اشتهرت بعلمائها، هذه حومة تكلموا عليها الفقهاء ديالها، وهذه حومة دع صيتها بالفنانين اللي برزوا فيها. الحومة القديمة ذكريات وعبر ومعاني مع أنس الملحوم. أنعمتم صباحنا أعزائي المستمعين في لقاء وتواصل جديد من خلال برنامج الذاكرة، ذاكرة الحومات للمدينة العتيقة لمدينة مراكش، برنامج الحومة القديمة في حلقة ثالثة خاصة بجانب من ذاكرة حومة القنارية الشهيرة. شكر موصول للأستاذ الجليل سي عبد الواحد معروف على المجهود يعني المتواصل اللي كيبدلو مع البرنامج من خلال تيسير سبل تواصل يعني طاقم البرنامج مع بعض الأسماء، بعض الذاكرات الخاصة بحومة القنارية. شكرا كذلك موصول سيدريس أبايا على يعني على مواكبته لهذه الحلقات وعلى تزويده لي بالفينة والأخرى بملاحظات وبتصويبات وباستجابته لدعوة البرنامج منذ بدايته وقبل ذلك. أعزائي المستمعين، حلقة اليوم فيها جديد على اعتبار ان الاستاذ سي عبد الواحد معروف يسر واحد التواصل لزياره احد شيوخ هاته الحومه، رجل 91 سنه تبارك الله ومن الذاكرات الحيه لهاته الحومه. اتحدث عن الحاج محمد بن الحاج محمد بن الحبيب بن الحاج غالي شقور، ازداد في سنه 1924 والله يرزقه الصحة والعافية ووثق طاقم البرنامج وثيقة يعني تمينة وتمينة جدا تتحدث عن حومة القنارية في أربعينيات القرن اللي مضى، وبحديث ذلك الشخص الذي عاين وساهم في إبراز شخصيته هذه الحومة منذ أربعينيات القرن اللي مضى. زرنا في المنزل ديالو رفقة الأخ ديالو الحاج لطف الله شقور، وأجريت يعني هذا التسجيل الذي أقتطف لمسامعكم بعض الأجزاء، حاولت أنني نقسمها إلى أجزاء. هذا الجزء الأول اللي إن شاء الله الأخت حورية الراضي مخرجتنا عادي تقدموا لمسامعكم تتحدث فيه الحاج محمد شكور، جاب لنا واحد الوثيقة متميزة جدا تكتبت في 11 غشت 1938 بخط اليد، فيها واحد الجزائري كان كاري عند الأب ديالو وبعت ليه فيما تبقى في ذمته على مستوى الكراء وعلى مستوى الكهرباء والماء. وثيقة متميزة على اعتبر انه تترسم لنا يعني في سطور كيف كان الوضع عليه في مدينه مراكش، شحال الصرف، شحال السومه ديال الكراء، وشحال السومه ديال الضوء والماء. هذه الرساله وجهها ذلك الجزائري الاب الحاج محمد شقور، وعادي نقراوها على مسامعكم. عادي تحدث لنا كذلك على الحاج محمد بن دامو، واحد الشخصيه كذلك غنيه بالمعلومات واللي كان عنده المحل ديالو التجاري في المكان اللي عليه الان المكتبه ديال القادري والمحل اللي حداه كذلك. عادي تحدث لينا على الفقيه بن عبد القادر مسو، على الحاج الحسن بن كيران، وبطبيعه الحال عادي نتوقفوا عند هذا الحد لنستطلع راي ضيوف البرنامج الاستاذ الباحث سي ادريس ابايا والاستاذ الجليسي عبد الواحد معروف. الاخت حوريه ناخذ التسجيل الاول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سادات أساتذة الفضلاء، سنتحدث عن حي القنارية وما أنجبت من الرجالات فضلاء تركوا بصمات على الصعيد الجهوي. نتعرف على الاسم ديالك الحاج والنسب والسين. عبد الربي حاج محمد بن الحاج محمد بن الحبيب بن الحاج غالي شكور الأندلسي أصلا المراكشي مولدا ومنشئا. نعم. سنة الميلاد سنة 1924 تاريخ ثورة عبد الكريم الريفي. الازدياد كان في إنا دريبة في مدينة مراكش، زاوية حضر الدرب الضيق. نعم. كان الرجل يقول تعالى الله
واخيرا يقول يا ابي خرج قول لي الحاج بطبيعه الحال الله يرزقك الصحه والعافيه، شحال من سنه دوزتي في الحومه ديال القناريه اللي هي الموضوع ديال برنامج الحومه القديمه واللي تنتناولوا فيه التاريخ ديال حومه القناريه؟ 70 عام. تبارك الله 70 من سنه 1940 توفى الوالد وحنا خلفناه. انا كنت تركني ما بين 10 والى 11 سنه وتركت الكتاب القرآني، وكنت أجلس في المتجر لا على قالي ولا جمال، إنما كنت تدي الصنعة لا نبيع ولا نشتري. بعد ذلك في ظروف الحرب القاسية، الحرب العالمية الثانية، اضطررت أن أزاول التجارة في سوق الحائك مع الأمين الدرازة الحاج محمد بن العربي مدة 6 سنين، وأنا ابن 15 سنة، وتأهلت وأنا ابن 17. سيدي تزوجتي صغير الحاج، تبارك الله عليك تزوجتي صغير. باقي دري. نعطيكم واحد النظرة على كيف كانت ديك الوقت. نعم دابا هذه لقيتها وقريتها وكنشوف التاريخ ديال ديك الوقت كيف كان. نعم 38. نعم مات 39 الوالد، مات 39 الحمد لله وحده في 11 غشت 1938، حضرة الأجل المفضل السيد الحاج محمد بن الحبيب، تحية وسلام. أما بعد فيصلك هذا الكتاب صحبة الصديق السيد الطاهر، فاعلم بارك الله فيك أنني قادم عليكم في قريب وأدفع لكم ما بذمتي وهو ما بقي من الكراء القديم 100 فرنك وكراء شهر جوان الفارط 135 فرنك، الجميع 235 فرنك. أما قضية الضوء الكهربائي وهو مبين عند السيد الطاهر في 3 فاكتورات، فإني عند قدومي إن شاء الله سأدفع لكم واجبه إن قطعه لكم السيد الطاهر من الكراء، وإن لم يقطعه لكم من الشهر الفارط فإني أدفعه له، والحاصل كونوا مطمئنين البال عند رجوعي ما يكون إلا الخير، وعلى خالص المحبة والسلام محمد السلام. أم محمد بن عبد السلام هذا جزائري. نعم كان غير واحد من الدراج عارف ديك الوقت كيف كان 38. قول لي الحاج في هاد الربعينات اللي انتم جيتوا للقنارية، اش ممكن هي الوصفة لهذه الحومة هذه اش باش كانت تتميز في مدينة مراكش؟ كانت تسمى القنارية. فهاد الربعينات لقيتي الأبناك هاد في هذاك الشارع اللي تيتسمى شارع الأبناك كانوا ما كانوش حلو منهم هاد المتجر فاش انا ديالي كان بانكا. كان بانكا عجيب. اش سميت البنك اللي كان في المتجر ديالكم؟ الله اعلم، انا خطو عند اللي كانوا مبشرين انقلزه. نعم كانوا داير المحل ديال التبشير. نعم وكيفرقوا الفريد على الدراري الصغار ويدخلوهم وقول له سيدنا عيسى وقول له اعطيه شي كتيبات. نعم ايه. واحد النهار داز الفقيه بن عبد القادر الله يرحمه رحمه الله ودخل عندهم وقاتلوا مذاكره بينه وبين هذاك اللي وفي الاخر خرجوا الدراري كيقول له غلبوا الفقيه. يعني الفقيه اللي غلب. ايه الفقيه اللي غلب. ايه عجيب هادي. ايه وفين كان شي بنك اخر الى ممكن تتذكروا او في مكان كيتروى لكم انتم صغار في هذيك المرحله؟ الابناك اللي وجدت هما هذول اللي قدام العرس اللي بالك ديال مبروكه. لا لا زال الابناك. اي باقي كلهم انتقلوا ذاك الوقت. نعم واخا هذيك نبداو معك من هذيك الطواله الاولانيه من كافيه فرنسا وحنا نازلين، واش حاليا يعني الجغرافيه ديال المحلات واش كيشتيها كي باقيه الان ولا وقع عليها تغيير؟ لا داكشي اللي كيف وجدتو هو باقى الحال ديالو. حتى المكتبه ديال القادري حيت قالوا لي كانت في الطالعه يمكن في المره الاولى قبل ما تجي لكم. القادري كان هذاك هو المتجر ديال الحاج محمد بن دامو. هذاك هذاك المكتبه تاع القادري ولا حداه هذوك بجوج كان الحاج محمد بن دامو. هذا تما اش كان فيهم تما؟ كان كيبيع شي في التجاره. هذا قطب من الاقطاب اللي
يدوروا على المحور ديال المذاكره. نعم. لان بابا بدينا حنا معكم مع الحاج حسن بكيران. ثم انتقلنا اليه. نعم. دابا من غادي نبداو؟ منين ما بغى خاطركم الحاج. غادي نتوقفوا على هذا السؤال ديال الحاج محمد بن الحاج غالي شكور، تيسولنا منين غادي نبداو. غادي نتوقفوا ونستمع اعزائي المستمعين للتعليقات حول هذا الجزء الاول من هذه الوثيقه اللي جراها طاقم البرنامج بمؤازره من الاستاذ سي عبد الواحد معروف مع الحاج محمد بن الغالي بن الحاج غالي شكور. سي ادريس ابايا، الله يسعد الصباح، مرحبا بك. بارك الله فيك سي عناس. الله يحفظك سي ادريس. الله يجزيكم بخير الاخوان الحاضرين سي عبد الواحد. نعم. المهم انا اشكر هذا الرجل، هذا الشيخ الفاضل المحترم، 91 سنة، الفاضل المحترم، أطال الله في عمره. نعم. وأعتز بمثل هذه الشخصيات، في الحقيقة يجب أن يرد لهم الشكر، 70 سنة تقريبا، وأن يسجل لهم كما يحترم الإنسان أباه وأمه وكل من مثل هؤلاء الشيوخ، لأنه احترام الشيوخ شيء واجب، والتقير والتحذير ديالهم ويعني زيارتهم وتذكير، وهم في حقيقة يحملون تراث هذه المدينة. وبهذه المناسبة كان بودي وأتمنى إن شاء الله من سي أنس باش يقوم هذا العمل هذا بالتوثيق، لأنه توثيق هذه الأشياء عندما يذهب أصحابها ومسجلوها فيبقى فراغا، وهذا ما وجدناه فعلا. وهناك من الناس الذين يعرفون هذه الحومة بالإضافة للأستاذ المشكور سيدي شكور أطال الله في عمره، أخ لنا سي بن نسيح، حتى هو عندما تتحدث معه على القنارية وعلى لأنه بحكمه كان متصلا بمعمل أو شركة ديال سانجير، يعرف الكثير عن الكثير عن الناس القاطنين اللي كانوا تما، وبالأخص المشاكل التي كانوا يعانون منها، بحيث مشاكل بوجان مثلا، بوجان وقضية القنارية، هذه أشياء عائلية. لا بتمنك في مرحلة أولى سي إدريس تعليق على هذه الوثيقة اللي سمعناها من رجل مسن 91 سنة، بالتعليق على الأسماء. أيه. حاج محمد بن دامو اللي تكلم عليه، هذا السي بن دامو يعني أنا ما أعرفه عنه أنه كان عالما، إذا كان هو لا هو وذهب إلى المشرق وذهب الى المشرق بالمشرق، غادي يعاود يتكلم عليه فيما بعد. انا بغيت غير تعليق. نعم. لانه في مثلا الوثيقه اللي موقعه ب 11 غشت 1938، تنتكلموا على متغيرات الكرا فيه 100 فرانك. أيه. 135. أيه. فرانك، حنا تنتكلموا على 1938. نعم. هذا مرجع مهم تيبين لنا الحاله الاقتصاديه. نعم. كيف كانت على مراكش، وهذه الحاله الاقتصاديه كانت ترافقها قضايا وطنيه ونضاليه في مدينة مراكش. نعم. طبعا بين 1900 عندما 1930 و1000 هذه الدائرة البربرية، عندما ننتهي إلى 1930 ديال 32 38، هذه كلها مراحل التحرير بمدينة مراكش، وكان رجال مراكش ووطنيها يقومون بهذه الأعمال في هذه السنوات. مزيان. كل ما هناك من هذا السي بن دامو كيف قلتي، باش ما نركزوا على شي حاجة، غادي نعطينا واحد النظرة. موقع القنارية ودرب دباشي مثلا مؤدي إلى درب العظام، القنارية على منعرجي على اليسار، هذه القضية غادي نديروها، ندخلوا ذاك الدرب اللي كنا تنقولوا فيه درب العظام، من ضمن سكنة القنارية. نعم. ومن ضمن القنارية ضروري، لأنه ما كاين نفرزوها، كنا تنفرزوها على درب العظام. ثم كتاب الرسائل، هذوك الناس وجدوا يعني مخرجا من مشكلتي في حق علينا ووضعهم، علاش تواجدوا تما. اي السي بن نسي وطرح هذه القضيه ذكيه تبارك الله، لانه قال لك وجودهم هما تما، اشنو هو السبب؟ نعم. انه كانت جهه القاعه ديال الزيت كانت تجري يعني دلاله نتاع السماصيره بتوزيع نظام المياه على الحقول اللي كانت في مراكش، وكانت هذيك العمليه تحتاج الى كتابه، فكان الناس الذين كانوا يريدون أن يستغلوا تلك المصبات المائية يذهبون عند أولئك الكتاب فيسجلون ما كان بينهم
وما كان مع بعضهم من يعني من توثيق ومن فترات زمنيه لاستعمال ذلك الماء الذي كان يسقى من القاعد. زيد فين متواجد؟ زيد حدا جامع الفنا. جامع الفنا ملي تنقولوا حنايا السمارين. نعم تما هذه قاعد الزيت اللي كانت وقعت حارقه الماء ولكن نسبه تما كان هؤلاء الكتاب قريب لتما القناريه. نعم. نعم. كانوا ياتون ويسجلون عقودهم التي كانت بينهم وبين كانت بينه وبين أولئك الذين يتعاقدون معهم في يعني زمان أو ساعة الماء. ساعة الماء. نعم. شو هذا النظام الناس يديروا باعتبار هذا الجانب اليسار الموجود في القنارية تما كانوا دوك الكتاب. نعم. كننزلوا من القنارية تنتعوجوا على يديك ديال اليسار تلقاو هذوك الكتاب وهذوك الكتاب يعني وجدوا بالضبط لهذه المسألة ومن أجل هذه المسألة. إذا فيما يخص بعد التجار الحجريس بالفضيل سي بن كيران اشار ليه الشيخ غادي يعاود يتكلم عليه في الجزء الثاني. القرماعي القرماعي البقول شكور هذا هو هذه عائله نيت شكور الشيخ هي البقول شكور الحاج البركه حتى هو كان عنده واحد الهري تما بالرحال. هذا شكون هذا؟ ابات واحد الاستاذ عالم ديال بن يوسف سي بالرحال نوفل عنده كتاب ابن يوسف هذا باه كان عنده هذا سي شكور طلع عمره سيزكي لنا هذا. نعم. الرجل هذا. نعم سي برحال الاستاذ كان ولده هو الاستاذ بيدار البارود سي عبد الله الشليح اب عبد الله الشليح. نعم. هذا الاستاذ اللي المحامي باه كان حتى عنده محل تجاري دكان بائع هو وسي عبد الله الشليح نفسه عنده الان إيه محل المحاماه قدام درب الزعري بالفعل قدام درب الزعري. نعم اذا عبد الله الشليح كان من باعة السكر وتاي بالجمله بالطبع والقزويني دكان القزويني وهذا. نعم. القزويني شكون هو؟ هو اللي كان في دار البارود كان ناظر هذا السي القزويني هذا وولاد وخوته من المساهمين في الرياضه كره القدم القزويني هادو ناس تاعهم انا جمعت هاد الاسماء هادو باش نعم ايوا. ثم كاينه مساله اخرى هذه باختصار باش نتخلصوا من القناريه. نعم. يعني كان النجاره عند بن الهاشمي واحد المعمل ديال بن الهاشمي تاع يعني كانت هذاك المعمل يعني كان يفيد كثير وكان محطه لجمع الوطنيين يجتمعون الوطنيين عنده ويجعلون اجتماعاتهم ويدرسون حالة المدينة وكيف مواجهة المستعمر. نعم. هذا نعم. هذا لم يكن غير مركز خاص بالنجارة بل كان نادي للتداول ولي يعني مناقشة المسائل. هذا القزويني وكذلك من الناس الذين كان عندهم رجل اسمه الرضا هذا هو بناؤه معروف بمتمركش وهو أساتذة الرضا راه واحد منهم معرفه من البرلمانيين الذين في البرلمان. ثم هذا المعمل ديال النجارة اللي قلنا به من الهاشمي القريبة من درب الزعري بما فيها من عائلات وأساتذة ومخرج للدرب إلى جامع الفنا بواسطة مسجد الجامع. هذا المسجد هذا درب الزعري هذا عنده باب يخرج إلى جامع الفنا ولكن الدخول ديال هذا الباب من المسجد من المسجد يخرج من المسجد ولكن باقي موصل له. أيه على كل حال بهذا كنا اشار لها السعب لواحد ذاك الاسبوع بانه سيلوف هذاك درب في درب سيدي ابو الفضائل هذه فضنا ضريح سيدي ابو الفضائل درب حمو هذا حمو كان قائد وهذا في درب الزعري في هذا درب سيدي ابو الفضائل بجنبه واحد البلاصه تما فيها شارع فيها مكان المقدم ديال السي مهدي هذا مقدم ديال الحومة. نعم السي مهدي في القنارية ولكن هذا الرجل كان فاضل بحيث لا يؤدي سكان المدينة ولا تجارها ولا أي واحد بحيث رجل كان من الناس الذين دائما وطالبات الطلبة والتلاميذ كان دائما يحذر أباءهم عندكم تخرجوا راجا جامعة البحث عليكم وعلى ولدك وعندك تخرج ولدك وعندك هذا السي مهدي هذا الله يرحمه مسكين توفي في الستينات
تيهضر لي توفينا توفي في السجن. انا اعرفه رجل طيب ومؤدي لصلواته. ثم بالاضافه الى هذا السكن سي تكلم فيه على ذاك هو سي الرحالي الفاروق. الفاروق كان عنده مسكن تما في درب العرشه هناك كان عنده. وسي الرحالي الفاروق كان هناك يعني علماء اخرون منهم. ثم مساله الابناك الابناك هاد التسميه هاد التسميه شارع الابناك شارع الابناك هاد التسميه هادي سموا بها الابناك. واغلب الساكنه ديالها كانوا بعض اليهود الذين كانوا يعملون في تلك الابناك. نعم. هادي مساكن وفعلا يعني على ذكر الابناك سي ادريس ابايا. نعم. يعني من خلال الوثيقه اللي استمعنا لها قبل قليل بمعنى حتى الحدود الاربعينيات القرن اللي مضى الابناك راه ما بقاتش ما بقاش بمعنى هذا شاهد عيان. أيه. سي شكور شاهد أيه. عيان 91 سنه. أيه. هو جمع عائلته في 43 44 خداو هذاك المحل. وخداوه على اساس انه من قبل كانت فيه بانكا. لكن هما فجوا كعائله لتما لا وجود للابناك. هي هذه المساله هذه اللي تقول سي شكور الله يجزيه بخير مهمه جدا. علاش؟ لانه هذا واحد المحل كان هريه حتى هو ديال الورزازي. نعم. هذه غادي يقولها الناس شكور وغادي ياكد هذا الوجود ديال هذا الهري. كانت مشكلته انه كانت فرنسا يعني تمنع اصحاب الاموال ان يودعوا اموالهم في 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 تلك الابناك اللي كانت. لانه وقعت شيء سمعت على انه هناك من سيهاجم تلك الابناك. نعم. هذه مساله ودعت الضروره باش ينتقلوا من هذوك الاماكن. وكان بعضهم كان الذي يعني كان سيؤذى بهذه المساله هو انسان اسمه الورزازي كان عنده هري تما. نعم. بحيث قال بانه انا تلقيت معلومات اي تهديدات وكذا 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 فاصبح تفكيره في تغيير المحل. نعم. او تغيير المنطقه. ضروره ملحه. ضروره ملحه. هذا هو ايوا هذه بعض الاشياء. نعم. التي سي عبد الواحد تعليق على التسجيل اللي سمعنا له قبل قليل. شكرا. مرحبا. فيما يخص الكلمه اللي لقاها الحاج سكور في الحقيقه جد معبره لانه خدينا بعض الكلمات اللي جات في سميتو والفتره اللي فيها الاشهاد فتقول لك بصمات على الجهه. نعم. مثلا تقول لك التوثيق تقول لك مثلا هادو تبين بانه مدى الاهتمام التي يعطيوه هادوك الناس في هذيك الفتره. نعم. الجيل الاول كل ما هو توثيق. نعم. لانه انا عندي معلومات بانه هو والاخوه ديالو وعائلات اخرى كانت توثق بواحد المجموعه نتاع الاحداث اللي كانت. نعم. وتتهم بالضبط القناريه. نعم. منهم الحاج شكور كيف جاء عنده واحد المجموعه نتاع الوثائق اللي كتبها هو مع العلم انه هاد الناس كان الاهتمام ديالهم بالعلم كان تقريبا شيء مقدس يعني. نعم. كما كانت المهنه ديالهم تاجر او حرافي او شي حاجه. نعم. تيحس بانه مفروض عليه يتعلم. نعم. وتيكونوا ناس عصاميين. نعم. وتيهتموا بالعلم ولهذا تتلقاهم مع اختلاف المهن ديالهم عندهم إلمام بالحياة اليومية وبما يجرى كأحداث على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي لأنه تيقول لك تيوثق بالحرب العالمية الثانية. نعم. وبعد ذكر المخطابي. نعم. وبيعني. نعم. بأحداث مهمة يعني مع العلم كذلك أنه الاهتمام بالعلوم اللي كانت في الفتره. نعم. علوم الفقه علوم علم خصوصا السيرة. ان هذاك المحل التجاري ديالهم. أيه. يعني كان محج للعلماء هو للفقهاء وهذا اللي كانوا تيجيو. نعم. لزيارته وهذا حتى عند الحرفيين الناس المهني العاديين البسطاء راه كان عندهم اهتمام بالعلم لانه كانت حلقات الدروس اللي تيحضروا لها في المساجد كانت تمر على التدريس بطريقه شفويه ولكن عنده دور كبير في التكوين ديال هذوك الاجيال. اذا كذلك تنضيف واحد المساله اللي تلاحظوها بعدا في التوثيق كاين واحد العائله اخرى اللي كان عنده السيد الحاج
الحاج محمد اللي كانوا ساكنين في ذاك الدرب بوطويل اللي حدا المخدم تيقول له الجد ديالهم بالمعطي، وكان بالمعطي كان عنده الحاج محمد والحاج محمد والحاج قضاة القاضي بالمعطي. لا لا هادو كانوا في التعليم، لا وكانوا مدراء في المدارس. نعم كانوا مدراء في المدارس، وراد الله يرحم الحاج محمد اللي كان إمام الجمعة في مسجد القنارية، هو اللي خدع عليه آخر واحد كان قبل ما يتسد الجامع، هو كان ما قبل الأخير. نعم ودوز واحد المدة قريبة ديال واحد 20 عام هو إمام الجمعة. نعم. قلت من مسألة التوثيق لأنه عنده واحد مجموعة قصائد اللي باقي عند ولاده اللي تيوثق بها بعد مجموعة الأحداث في مراكش والأماكن. نعم. فنتذكر مثلا حتى الأحداث اللي كانت في هذيك الوقيتة، وتنتذكر واحد جوج قصائد وحدة دراها على عرس مولاي عبد السلام. نعم. سم فيها 33 قصيدة سمها ثلاثيات عرس مولاي عبد السلام، تيوصف الأحداث اللي فيها والمناظر. نعم. اللي فيها. ثم الحاج شكور عنده كتب واحد عشرات صفحات على رجالات القنارية. وهذه أقررنا بها، نتمنوا إن شاء الله في تسجيل الموالين نوثقوهم. ومسألة أخرى اللي طلعت هو من خلال تدخل ديال الحاج شكور هو الاهتمام ديالهم بالشأن المحلي. نعم بالفعل هذا مسألة يعني مهمة لأنه ناس فاعلين. نعم ناس حركيين كانوا منتجين، ماشي غير بيع وشاري وصافي. نعم. الناس يهتم بالعلم والعمل. نعم وذلك تنشوفوا بأنه الناس اللي كانوا في ذيك الفترة كان أي مشكل تطرح بحال مثلا المجاعة اللي كانت في أيام الحرب العالمية الثانية فكروا أنه يأسسوا خيرية، الخيرية اللي كاينة دروكا في باب غمات. على ذكر الخيرية سيدي عبد الواحد إلى سمحت المخرجة الأخت حورية الرضي، الجزء الثاني أعزائي المستمعين تيتحدث لنا فيه الحاج محمد بالحاج غالي شكور على واحد الترجمة مقتضبة للحاج محمد بن دامو، ويتحدث لنا كذلك على القصيدة الشهيرة لشاعر الحمراء اللي كيتحدث فيها على المجاعة اللي جات مدينة مراكش ونزوح الناس من البادية إلى المدينة، ويتحدث لنا عن البوادر والإرهاصات الأولى لتأسيس الخيرية بإيعاز وبطلب من الحاج محمد بن دامو وبترجمة فعلية من الحاج الحسن بن كيران أحد المؤسسين للخيرية الشهيرة اللي كاينة في باب غمات. لنستمع. الحاج محمد بن دامو كان رجل صالح. نعم. كان رجل أمي. نعم. وكان مترافق مع يرافق الحاج حمادة قرم الفقيه. نعم. كان صحبة وزيد وقتها يقرأ. نعم. وذاك يقرأ من الألف باء تاء إلى آخره. نعم. وأدى به الحال إلى أن أصبح له كرسي في المسجد النبوي. عجيب. يحدث الناس. عجيب. هي. عجيب. هذا الحاج دامو الحاج محمد بن دامو بن دامو الحاج محمد. إنما عاد التجارة ديالته كيف كانت؟ نعم المحل ديالو في القنارية فين كيتوجد؟ هو هذا ديال المكتبة ديال القديري. القديري ولا حدا؟ نعم. كان رجل يحب الخير كثير للناس، بحيث أخذ كثير من الناس الحمالة وكون منهم تجار. نعم وكانت ينادي بالاتحاد ديال التجار. نعم. جرى بزاف باش يوحد التجار، وأتى يوم من الأيام وقال له عليكم بالله في اجتماع كيف تقولون لله إذا لقيتم الله؟ تخرجون صباحا وتتركون أبناءكم نيام وتاتون في الليل وترجعونه النيام. نعم. وهو الذي أسس إغلاق المتاجر يوم الجمعة حتى الصلاة من الصباح حتى الصلاة. نعم. ما استطاع شيء باش يدير نهار الجمعة. نعم. هو اللي أسسه. قال لهم على الأقل شوفوا ولادكم من رفض من أيام. كانت وقعت مجاعة في الوقت وهاجر البوادي إلى الحاضرة. وتسجلون النص ديال هذا الموضوع في قصيدة ذكرها الأستاذ بن إبراهيم الشاعر الحمراء. الشاعر الحمراء صورها تصوير دقيق. نعم نعم
كذلك الوالد ديالي انا قراها ليه هو فاش كان تيقرا عند الثانوي. كيف الماء قالوا ان تكون الحال كنت كنحفظها لكن من باش دابا عندي 91 سنة تبارك الله شمشية اما القمر هي 93 تبارك 94 الاخ ديالي اكبر نعم تبارك ايه. الله ايه. زاد في 1918 تبارك الله حاج محمد بن دامو يسعى بزاف باش تكون خيرية ويجتمعوا عند بشار قلاوي في الدار في الستينية ديالو وتذكروا معاه ووافق باش على وافق على التكوين ديال الخيرية. الناس انا علاش نتكلموا الان تقريبا 44 ولا 45 الغالب 44 اختصار ناض قال الباشا يا سعادة الباشا إلى قصتك إلى وقفتي معنا وحبستي النساء ما بقيش يدخلوا للملاح يخدموا عند اليهود أنا سأتنازل عن نص ما أملك. قالوا من هو هذا الشخص؟ قال الحاج محمد بن دامو نفضل الجمع وجاء يقول لا كن على بال فإنك سيقع لك شيء خارج على الموضوع. من ثم رحل إلى فاس وجلس تقريبا عام حتى سوى المشاكل ديالو وخلى الحاج محمد بن العربي هو والوارثة اللي كانت تقتل حاج محمد الوارثة كان رئيس غرفة تجارية سابقا خلاهما في المتجر ورحل إلى إلى المسجد الأقصى لا إلى البيت الله الحرام وأخذ معه أخذ معه أبناءه كلهم وأخذ معه من يدرس الأبناء القرآن نعم. إلا أنه مع الأسف ضاق به الحال الطالب وقال أنا ما نقدش علاش ما نقدش نقعد هنايا فعلق عليه بعض العلماء قال المدينة كالكيرت في خبتها ويصلح لجيب قهوة تماك. من بعد رجعوا للتكوين نتاع الخيرية نعم. تولاها الحاج حسن بن كيران الذي كان يلقب بالشيخ صاحب القليم علاش؟ دائما القلم في يده ودائما يحسب الأشياء كيفما كانت حتى أنه كان يقدر القطة شحال ممكن كم وكان يقدر اللقمة الخبز بالدواد ديالها كذا وكذا وحرفيا وكذا وكذا من المسائل ديال كل شيء كل شيء كيطرق ليه وكل شيء كي وقلنا ديال مجموعه ترجع اليه من حيتاش المشاوره نعم. في كل شيء ما يستطيعش جميع اللي بيع من شي حاجه يجي يستشر نعم. لانه هو له ذكاء كبير وكان يستعين به الحكومه. حيت قلتي لي الحكومه ديال من؟ الفرنسية والباشا القلاوي كانوا يستعينون به جدا وكان رئيس البلدية يأتي إليه ويجلس معه ليأخذ منه أفكار. تندو درك على مول القلم ولا الحاج محمد بن دامو بن سي بن كيران سي حسن بن كيران رجعنا دابا الحاج حسن بن كيران نعم وهذا رئيس المجلس البلدي الفرنساوي نعم فإذا بك دوكا باقيين تنتكلموا على الخيرية. أساس الخيرية عملها في عرس بني مقابلة لباب غمات نعم بمعنى الموقع الحالي ديالها ما عرفت اليوم لا باقية تمانيت نعم بمعنى يعود الفضل فيها لأحد أبناء حومة القنارية حسن بن كيران ولد الساق ولد الساق أما اللي دعا لها هو هو سي حاج محمد بن دام أيه عمل فيها مسائل مهمة جدا جميع الصنائع جابها تكونت تمايا يأخذ الرجل مثلا يقوم بالخياطة ويقول لها محلها هو مجانا وجيب خياطتك خيطها و
وحنا نعطيوك الابلاء وكان لا ياخذ اذا الابلاء لا ياخذ الرجال ولا النساء زياده على القراءه اللي كان يقرا على الصنائع. طبيعة الحال هذا تزكيا ما قال الأستاذ سي عبد الواحد معروف أبناء الحي أناس يعني منتجين وفاعلين في الشأن المحلي وقريبين من الساكنة ومن همومها، بل أكثر من ذلك قريبين من هموم المدينة. أن يفكر إنسان في أربعينيات القرن اللي مضى في تأسيس خيرية لاش يعني الناس اللي عندهم شوية شردتهم الحياة أو الأفقين أو ما شابه، وبالتالي فهذا سلوك حضاري كبير كان متجدرا. لاحظوا معي أعزائي المستمعين الحاج محمد بن دامو هو تيتحدث مع الباشا القلاوت يقول لي انا قادر انني نتنازل على نصف ما املك شريطه انك ان ترخص لنا بتاسيس هذه الخيريه. فهذا سلوك حضاري يعني في تجليات عميقه وعميقه جدا، الى حين ان شاء الله أعزائي المستمعين نستمعوا للأذان صلاة الظهر ولنا عودة في الجزء الثاني والأخير من برنامج الحومة القديمة في حلقتها الثالثة الخاصة بحومة القنارية. أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب توقيت مراكش والنواحي. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة أعين لا تنقطع ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. تقبل الله صلاة عباده المؤمنين بمزيد من الأجر والثواب. نودي لصلاة الظهر حسب توقيت مراكش والنواحي. بسم الله. يتواصل التواصل معكم أعزائي المستمعين. كنستمروا في هذا الجزء الثاني والأخير من برنامج الحومة القديمة في حلقة ثالثة. غادي نربطوا الاتصال بالحاج سيدي بنيسي محمد من الناس اللي ارتبطوا كذلك بحومة القنارية، ارتبطوا بعد ما كان مسؤول على الشأن المحلي كذلك، وارتبطوا لأنه كان عنده معمل وشار لذلك سي دريس أبايا في الحلقة اللي مضت، المعمل ديال الماكينات ديال سانجير. سي بنيسي الله يسعد صباح. أهلا وسهلا سيدي أنس، مرحبا. الله يحفظك. بطبيعة الحال بقى دائما ذاك التساؤل يعني دائما موضوع، علاش بالضبط هذوك الكتاب العمومي كانوا متواجدين بوفرة كبيرة في حومة القنارية؟ نعم سيدي. هذا الموضوع عطيته واحد الأهمية كبيرة ويستاهلوا، لأن حقيقة نتكلموا على واحد الحومة اللي هي عريقة، ومن جملة المسائل على أن كان عرفوا على أن لابد الناس كتوثق
ملي كتكون شي معاملات بيناتهم وكذا، الشيء اللي جعل على ان حنا تنعرفوا كاينين كانوا العدول مثلا بالنسبه للشرف للمواسين فزفزت، فكان لازم على ان المعاملات اللي كتكون اما الكراء ديال الجنانات او كذا كانت تكون هذه المساله مفتوح في الدلاله وكذا، لابد على ان خص اللي غادي يوثق هذا الشيء، الشيء اللي جعل على ان غادي يكونوا الكتاب في القناريه يعني قريبين للتجار والتجاره. صحيح. هذه واحده الوثيقه ها هي تشهد على هذه المساله هذه انها تكتبت تما. شحال التاريخ ديال الوثيقه اللي بنيتيك السي ادريس؟ السي ادريس يعني المحتويات ديالها فيها التاريخ، توصلتوا يعني الحمد لله وحده توصلتوا هذا السيد اللي تيقول توصلتوا من ماسكيه محمد بن الحسين ب 140 الف فرنك. عجيب. 140 الف فرنك وهو واجب ثلثين في غلك الكشين. النتيجه بالعرصة البرانية من جنان الشريفية. نعم. والثلثان المذكوران مأخوذ من مجموع الثمن الذي هو 120 ألف فرنك. نعم. مشترطا على محمد بن الحسين شرطين، الأول يجب إفراغ المحل من شواغله آخر شهر أبريل عام 45. نعم. بحيث لا يبقى شيء من الغلاء في المحل. الشرط الثاني أن أحتفظ لنفسي بغلة خمسة جذور مختلطة من الكشين والسلام. حرر بمراكش في 14 جنبير عام 400 عام 45 1945. جميل. 1945. هذه الوثيقة الثانية تضاف الوثيقة الأولى. شوف شوف الإمضاء محمد الغزيل هذا. الغزيل ديال رياض الزيتون. هذا الشيء كيتعلق بالشريفية. نعم. هذه دابا وثيقة على انه وقع البيع وتو، ولكن تضمنات يعني ولا تسمية بهذه الوثيقة اللي تكتبت. قول الحاج الاسم الكامل تمات الغزيل، واش اللي كان في القضاء؟ محمد الغزيل. هذا محمد الغزيل اللي كان متحسب. اللي كان متحسب في رياض الزيتون. نعم. تمام. تمام. نعم. يعني بطبيعة الحال هذه وثيقة أخرى تضاف الوثيقة اللي قال السي شكور ديال 11 غش 1938. كيطلع من 38 ل 45 راه المعيشة طلعت، لأنه كنا في 38 تنتكلموا على سومة كرائية في حدود 100 فرانك و135 فرانك، هنا تنتكلموا بال1000 فرانك. مشينا دابا هذا الثلث ديال العصا تبع بهذا الثمن. نعم. وشوف هذا المساله هذا ان يفرغ المحل من شواغله. شواغله. نعم. عجيب حتى اللغه باش مكتوبه جميله يعني تترجع بين الاربعينيات القرن اللي مضى. تحياتي ليك. تحيه لك الاستاذ سي بنيسي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. سي عبد الواحد تعليق. بقات لنا في حدود واحد ثلاثة دقائق، جوج دقائق ونص، دقيقة لك ودقيقة للأستاذ الجليل سي ادريس أبايا. تتم لما قلت فمسألة التوثيق ومسألة الفعل الاجتماعي تاع الناس في هذه الفترة، علاش تنهضروا في داخل هذه الحومة، فما نساوش الدور ديالهم في تفعيل الغرفه التجاريه في مراكش. بالفعل بغيت تحدث لنا على سي واحد العدد اللي كان رئيسها في فتره من الفترات. امين المال. ومشى امين المال. امين المال ومشى لفرنسا للتكوينات. نعم. وكونوا واحد المجموعه نتاع الناس في استعمال الالات وفي بعض الصناعات الجديده اللي كانت في هذيك الفتره وفي تاسيس مدارس. يعني دابا يعاود لنا التفاصيل ديالها. وبغيت نرجع للحاج محمد المزلاني الله يرحمه، كيف قلت راه من المؤسسين ديال المسجد اللي كان قدام الكنيسه. نعم. لانه من بعد ما انتقل من القناريه كانت هذيك الساحه اللي قدام الكنيسه كانت خاويه توقفوا فيها الكيران. وهو اللي جرى واحد السنوات طويله مع الساكنه الحي، هو اللي كان تيتراس هذوك الاجتماعات وتيطالب باش يكون مسجد، ودار واحد المجموعه ديال لي بيتيسيون يعني الاستمارات عرائض اللي سيناهم الناس الحي ومجموعه الناس وتدخلات في على الصعيد المحلي والجهوي حتى تبنى هذاك المسجد. وراه الاخ ديالو الحاج الطاهر هو اللي كان مؤذن فيه. نعم. حتى لهذه الفتره الاخيره للاسف. نعم. ما بقاش لنا الوقت. نعم. فين نكملوا معك الاسماء اللي. نعم. اللي كان من المفترض اننا نتقوا اليوم. واخا في حق انا ما لا اجيد الحديث على زعما العائلات والاسماء بزاف، ولكن اللي كانت يهمني بزاف هو البصمات كيف قال اللي كانوا تيخليوها هاد الناس في على الصعيد المحلي ديالهم والعلاقه القرب مع الناس. احنا دروك سمعنا كيفاش قال بانه هذاك الحاج محمد بن دامو كان يرافق
هذوك الناس اللي فقراء. نعم الحماله مشى بهم حتى ولاو تجار صغار. اكيد بطبيعه الحال يعني الوقت ديال البرنامج ما بقاش كيسمح باش نضيفوا معلومه اخرى، لنا عوده ان شاء الله في حلقه الاسبوع المقبل مع الحلقه الرابعه الحلقه لحومه القناريه. الى ذلكم الحين استودعكم. الحومة القديمة حومة الرجال والنساء الخيار. الحومة القديمة حومة الناس الشعبيين البرار. هذه حومة اشتهرت بعلمائها، هذه حومة تكلموا عليها الفقهاء ديالها، وهذه حومة دع صيتها بالفنانين اللي برزوا فيها. الحومة القديمة ذكريات وعبار ومعاني مع أنس الملحوم.